تتصدر أمراض القلب والأوعية الدموية قائمة أسباب الوفيات على مستوى العالم. ومن هذا المنطلق أقيمت حملة توعوية تحت شعار احمي قلبك وقلبك يهمنا بمحافظة جدة، حيث استهدفت الحملة مختلف الفئات العمرية بما فيها الأطفال لنشر فكرة الوقاية من الإصابة بأمراض القلب عن طريق اتباع النظم الغذائية الصحية وممارسة الأنشطة الرياضية وتجنب التدخين والتغلب على التوتر والقلق. نحن لازم نعرف أن الدهون صفة عامة بتنقسم إلى اثنين، دهون جيدة ودهون غير جيدة. الدهون الجيدة مثل إيش؟ مثل زيت الزيتون وزيت السمك بصفة عامة، الأسماك بصفة عامة وزيت السلمون. طيب والدهون الغير جيدة مثل إيش؟ مثل الزيوت المقلية والزبدة والسمن، لأنها دهون تعتبر من الدهون المشبعة. طيب كيف هذه الدهون ممكن تنتقل عندنا في الدم؟ تنتقل في الدم عن طريق بروتينات ناقلة، والبروتينات الناقلة تنقسم إلى اثنين، بروتينات دهنية ذات كثافة عالية وبروتينات دهنية ذات كثافة منخفضة. وهنا المشكلة، بحيث أنه إذا زادت نسبة الكوليسترول عندنا في الدم راح تزيد البروتينات ذات الكثافة المنخفضة وتبدأ تلتصق بجدران الأوعية الدموية، وممكن أنها تضيقها أو أنها تقطعها زي اللي نشوفها في الأزمات القلبية والسكتات الدماغية. احنا بنتكلم عن انه كيف التدخين بيضر القلب. اغلب الناس تحسب انه التدخين بس بيضر الرئه، لا هي بتضر القلب، وهي واحده من المخاطر الرئيسيه الاصابه بامراض القلب. المواد الكيميائيه الموجوده في الدخان زي اول اكسيد الكربون والنيكوتين بتضر القلب، ان هي بتتلف وظيفه القلب، بتتلف هيكل القلب، بتتلف وظيفه الاوعيه الدمويه. انا الازمه القلبيه والذبحه الصدريه هما مرضين يصيروا في الشريان التاجي. ايش هو الشريان التاجي؟ هو شريان موجود حول القلب يغذي عضلات القلب نفسها في الدم، فعندنا الذبحه الصدريه تصير بسبب ضيق في الشريان التاجي نفسه. وتهدف الحملة إلى توعية المجتمع بالأمراض الشائعة التي تصيب القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين واضطرابات ضربات القلب والذبحة الصدرية والنوبة القلبية، وكذلك تعريف المجتمع بعوامل الخطورة التي تزيد من احتمالية الإصابة بهذه الأمراض كالإصابة بمرض السكري